تسأل فتقول: أنا أصلي الصلاة المفروضة، وأصلي الضحى، وأربعا قبل الظهر، وأربعا بعدها، وأربعا قبل العصر، وركعتين قبل المغرب، وبعد صلاة العشاء أصلي 4 ركعات بعد الفرض والسنة مباشرة، وقبل النوم أصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، وأصلي 3 وترا ثم أنام. أرجو على ضوء هذا أن تبينوا لي أوقات نفل غير ما ذكرت، جزاكم الله خيرا. وكما هو معلوم، هناك نوافل مقيدة ونوافل مطلقة. من النوافل المقيدة الرواتب التي مع الفرائض، 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، أو 4 ركعات بعدها وهذا أفضل، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعدما يطلع الفجر. هذه هي الرواتب التي مع الفرائض. وهناك نوافل مطلقة، يعني ليست مقيدة بحالة أو بوقت، ومنها صلاة الليل. صلاة الليل فيها فضل عظيم، وهي أفضل صلاة التطوع، وأفضلها ما كان في جوف الليل أو في آخر الليل وقت النزول الإلهي، ويختم صلاة الليل بالوتر. إذا كان يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يؤخر الوتر ويجعله في آخر الليل بعدما يفرغ من تهجده، وإن كان لا يثق من قيامه في أول الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه لا يستيقظ في آخر الليل إلا لصلاة الفجر، لانشغاله بمذاكرة العلم ومدارسة العلم وحفظ الأحاديث. والأوقات التي تشرع النافلة فيها نوافل المطلقة هي ما عدا الأوقات المنهي عنها. الأوقات المنهي عنها وهي 5 على التفصيل: من بعد صلاة، من بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة الفجر إلى أن تتغير الشمس للغروب، وعند تغيرها إلى الغروب إلى أن تغرب. هذا أوقات النهي 5 على سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس في درمح، وعند قيام الشمس حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. تكون 3 أوقات على سبيل الإجمال. في هذه الأوقات لا يصلي الإنسان فيها نافلة، ما عدا ذوات الأسباب ففيها خلاف. وغير أوقات النهي فإن المجال مفتوح أمام المسلم أن يصلي من النوافل ما تيسر له. جزاكم الله خيرا.